احنا نبي حل جذري وحقيقي منك، شو اللي مفروض تديره الدولة؟ سيد صلاح، الدولة أول حاجة التعدين نرى فيها هو مساهمة في تقوية العملات المشفرة اللي تكلم عليها الأستاذ باهي، وهذه ما زالت هنا تهديد لليبيا في وضعنا تو الضعيف، حتكون تهديد مش فائدة. أنا ما نتخيلش أن بنستفيد، اللي بيستفيد هم أشخاص فقط، أما الدولة كدولة حتخسر. صح. لأن الدولة حدولة حيتم استنزاف تهديدها. ما دام مدعومة الكهرباء ومدعومة الطاقة بشكل عام، الدولة حتبدأ تخسر والفرد هو اللي بيعمل. يوم ليبيا تكون دولة قوية تقنيا وتقدر ترد حتى الهجمات اللي تصير عليها ويتم استغلال فيها العملات المشفرة، أو تقدر تقضي على الأنشطة اللي ممكن تستغل العملات الرقمية، منها تجارة الأسلحة، منها تجارة المخدرات، منها أنواع التجارة اللي نيم عاش نقدر نتتبع الأموال وين تمشي، معاش نقدر نتتبعها. باي سيد صلاح، وكان احنا قادرين نتبع الدينار الليبي ولا الدولار. ما هو سيد أحمد أنت تكلمت على الخطر، بإذن الله مستقبلا، وهذا نسأل الله أنه ما يصيرش، حيكون في الفدية بالعملة الرقمية وحتشوفها عاجلا. طيب دكتور عمران، كيف الحل من وجهة نظرك؟ التعدين يضر بالشبكة العامة للكهرباء، وفي نفس الوقت لا يمكن القضاء على يعني بالحظ، حتى وكيل النيابة قال ان احنا بالحظ اكتشفنا الاماكن هي او ناس بلغت. شنو الحل الجذري للموضوع هذا بدون ما يضر اقتصادنا؟ هو الحل بيقول لك تضرب عصفورين بحجر. الحل في الكهرباء اللي ما لهاش اي ساعات او اي عمليه متابعه وعمليه من اللي خلص من اللي ما خلصش. الحاجه الثانيه الوقود اللي هي يعني تعتبر ارخص من المي، زي ما عندنا عمليه تهريب الوقود مش حتوقف مهما بتدير من قوانين، مهما بتدير بتفجر بتكسر بتحرق، يوقف شوي يتخفض شوي لكن حيستمر لان الربح اللي فيه قوي. التعدين في ليبيا لان الكهرباء بالبلاش رخيص. والوقود بالبلاش وما فيش قوانين واضحه تجريميه، حتى اللي مسكوه حاليا لا اعتقد انه يقدروا يحاكموه بعمليه انه هو مخالف للقانون، لان ما فيش قانون واضح يعني محامي كويس هيك تدفع له يطلعك منها القضيه، هي ما عندناش قوانين واضحه. ولهذا لازم احنا ان نديروا حل في الكهرباء اولا، الوقود ثانيا، والتشريع يا اخي ممكن اولا التشريع في تسعير الكهرباء والوقود تحكي والتشريع، الثلاثة هم لو نعملهم عملية التعدين تنتهي، وعملية حتى مش تنتهي يعني اما بعدين ما بندير لها ترخيص لانه نرفضها قانونيا. انا نقول مانيش معترف بالعملات المشفرة هي ما نبيهاش، هل بدول دايرة قوانين تقول لك انا لا اقبل التعامل بها ولا اقبل انك حتى تعدن عندي اثنين ذا، وفي اللي قابل نص وفي اللي قابلهم اثنين، وكل دولة تشوف شنو المصلحة اللي فيها، لكن هي لبعض الدول تنظر لها ان هي مدخول للدولار او عملة يعني بدل من انت اقتصادك عابي على حاجة معينة مثل النفط او اقتصادك ضعيف ممكن تدخل العملات هي وتبدا تدخل في دولار كعملة صعبة.